لا عن جد عم برج. يا الله. اوكي نقيت اصعب الوان. هلا بدنا نحط برونزر. لا بدي اثبت وجهي قبل. مرحبا يا حلوين. للموترة موترة، لأنه فيديو اليوم بيجمع تحديين. أول تحدي هو مكياج قوي أو مكياج سهرة بعشر دقايق بس، وتاني تحدي والأهم أنه بلا فراشة. بلا فراشة. ورح نعير الوقت أنا وياكم، بس أكيد قبل ما نبلش ما تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب وتفقسوا على الجرس لكل ما ننزل فيديو دغري تحضروه، وتعملوا لنا لايك على فيسبوك وفولو على انستغرام. لا عن جد عم برج. يا الله بلا فراشة. كيف بلا فراشة؟ ما رح نحيك. 3 2 1. اوكي بلشنا. اول شيء حنبلش بالفاونديشن. ما بدي احكي كثير. اوكي هذا الفاونديشن من ماك. واكيد حاترك لكم كل شيء بالديسكربشن بوكس. وما زال عم بعمل عم مد الفاونديشن. لازم تعرفوا انه في كتير عالم بتمد الفاونديشن بايدها، هيدا الشيء بيعطينا فل كفرج، ما بيقلل ابدا من كفرج الفاونديشن، لانه الايد ما بتشرب المستحضر ما بتشوفه يعني. اوكي يمكن كترت شوي كتير. اوكي اذا عبالكم تعرفوا كيف طبل الفاونديشن للمناسبات، رح اترككم لينكس بالدسكربشن بوكس وفيكم تفقسوا فوق. في استخدم بلندر. بلندر ما منا فرشاية ياي بليز. ممكن بعد ما طبقت الفاونديشن راح ناخد خافي العيوب. كتير من طبطيب. يا الله شو كنت تريحيني يا بلندر. اوكي هلا انتبهوا، تطبيق المكياج بلا فراشة عن جد انه بيصير، بس هو التحدي اللي انا كثير خايفة منه انه 10 دقايق. 10 دقايق. اوكي. ياي! لا 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 لا. بعد معي 8 دقايق. اوكي خليني افرجيكم. اقل. بدي ثبت خافي العيود بباودر. حيلا بودرة فيكم تاخدوها. ثبتوا كتير منيح، لأنه يعني إذا حبيتوا تجربوا التحدي ثبتوا كتير منيح. ما بعرف أحكي بقى. ثبتوا كتير منيح خافي العيوب. قلتلكم انه تطبيق خافي العيوب وكريم الاساس بالاصبع شي طبيعي. هلا الباودر شوي ثقيل اوكي، بس انه احول بتزبط. ففي حال شي مره، لا ما لازم احكي، في حال شي مره انه ما كان عندكم كثير وقت فيكم تطبقوه. هلا رح اخذ هول اللونين وطبقهم على الجفن المتحرك عندي. رح بلش باللون الغامق. نقيت اصعب الوان. اوكي يمكن رح اكتفي بهيدا اللون. هلا بنشوف. أه.
هلا بعد معي اقل من 6 دقائق. اوكي، من بعد ما طبقنا هول اللونين رح اخذ لون بني، بس قبل بدي اشيل هول لوني تاني. اوكي، او ماي جاد، رح اخذ هيدا البني ونطبقه فوق هاللون. اوكي، بنعمل بلندينج شوي شوي. يلا هينا هينا رح خلص. اوكي، انتبهوا انه اصابعكم يضلوا نضاف لتقدروا تطبقوا كل شيء. التوتر هو عنوان هالحلقة. اوكي، يا حطيت غير لون. اوكي، قد ايه بعد معي؟ لا 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 لا، 4 دقايق و33 ثانية. خلص العيون، ما رح احط رموش، انا مش دايما بظهر برموش. رموش ما رح احط. سو مثل ما شفنا. اوكي، هي اقوى. طيب يلا منقوي هون. بين حلو المكياج، اتركوا لي تعليقاتكم بخانة التعليقات وجوية الدنيا. اوكي، بيصير بيصير. اوكي، سو هلا بدي احط بني تحت العين كمان باصبعي. بس عن جد فيكم تدمجوا هلا، اذا ما انه تحدي بعشر دقائق فيكم تعملوا المكياج وتحطوا ظلال العيون بس باصبعكم. طيب بشوف نظيف بعض. اوكي، يمكن بلش ابكي. ثلاث دقائق و17 ليه بتضلكم تذكروني بالوقت؟ خلوني ناسي. اوكي، وهلا هلا هلا رح ننتقل للماسكارا. اوكي، ونطبق ماسكارا كتير بسرعة، كتير ما يكون ماسكارا كمان مش بإيد بالبيمة. دقيقتين وخمسة وثلاثين ثانية. لا لا لا، بعد عندي كذا شغلة. اوكي، رح احط الاساسيات، رح احط هلا البرونزر بايدي واحمر الشفاه. اوكي، بدنا نعلم. لا اكيد رح يطلع معي مش ظابط. دقيقة و51 ثانية. اوكي اوكي، يلا يلا يلا، رح نخلص رح نخلص. اوكي، شي طالع شي نازل. اوكي، هلا بدنا نحط برونزر. شوف كيف لا بدي ثبت وجهي قبل. اوكي، بباودر كل ايدي رح كون عم ثبت وجهي. قد ايه بعد معي؟ دقيقة و24 ثانية. اوكي اوكي، دقيقة 11 ثانية. حدا يهويلي بليز. اوكي، هلا البرونزر كمان على ايدي، رح طبق هيك شوي. شو هيدا؟ ما بحياتكم تعملوها بليز. اوكي، 52 ثانية جايز، 52.
55 ثانية بدي بس الهايلايتر، انا ما بدي شيء، بدي لحق الهايلايتر. اوكي ما تحطوا برونزر بحياتكم بايدكم بليز. او ماي جاد او ماي جاد، قد ايه؟ 31 ثانية. شو هيدا عملتيها؟ ما بحب اخسر تحدي. لا 20 ثانية 20 ثانية. اوكي ريجاردلس انه ما راح اطبقها، انه بده تغميق شوي يمكن وجهي. واو هايلايتر. لا لا قد ايه بعد معي؟ 3 ثواني. اوكي 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 لازم تسمعوا دقات قلبي. اوكي خلص وقف جايز. لا 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 عن جد انه اسمي كايند اوف خلصته، كايند اوف بلا رموش، هايلايتر مش صافي. اوكي فاكتشفنا شغله بهيدا الفيديو انه فينا نطبق المكياج بلا فراشه المكياج، بس مكياج سهره بعشر دقائق كثير هالقد، عن جد كثير ضغط، فاكيد ما حيطلع معكم مكياج حلو. فهيدا هو التحدي، جربوه وقولوا لي بخانة التعليقات إذا لحقتوا، وبحب أعرف إذا لحقتوا وإذا ما لحقتوا كمان، واعطوني اقتراحات لمكياجات أو لتحدي مكياج عبالكم إني أعمل. هيدا هو المكياج اللي كنت حاطة براسي أعمله، هلأ رح خبركم شو زدت. أولاً حطيت رموش، ثانياً قويت ضلال العيون تحت العين، زبطت أكيد البرونزر أكيد، علمت مثل العادة وزبطت حواجبي. هلأ من بعد ما خبرتكم هون الأخبار الحلوين رح قلكم القصص اللي فيكم تطبقوها بلا براشز أو فراش المكياج. فاونديشن بعقد بيطلع، كونسيلر أو خافي العيوب كمان بعقد، ظلال عيون مش بعقد بس فيكم، يعني إذا ما كان عندكم فيكم، وأصلا الألوان اللي معنا إحنا بشو منطبقها بالأصبع. اوكي ماسكارا لا اكيد بدكم البراش يعني تبع الماسكارا. الحواجب كتير صعب تزبطون وتعلمون وتغيروا لهم لونهم او الشيب تبعهم بلا فراشه. الهايلايتر فيكم بلا فراشه. احمر الشفاه فيكم تطبقوه باصبعكم، بس تحديد الشفاه ما فيكم تعملوها باصبعكم. وذاتس ات، ان شاء الله يكون عجبكم المكياج، جربوا التحدي وقولوا لي شو بتكون ردة فعلكم. قبل بعد في شيء كثير مهم، البرونزر واللوز باودر ولا مرة تطبقوهم بإيديكم. تنرجع ان شاء الله يكون عجبكم، ما تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب وتفقسوا على الجرس لكل ما ننزل فيديو دغري تحضروه، واعملوا لنا لايك على فيسبوك وفولو على انستغرام، واتركوا لي تعليقاتكم ناطرتكم. باي. إذا كنت بتحبي المكياج وعبالك تتعلميه خطوة بخطوة، بلاي ليست خطوة بخطوة هي المناسبة لإلك. أما إذا كان عبالك تتعرفي على لوكات مختلفة، توتوريال جمالوكي هي البلاي ليست اللي بتناسبك.